هل الحكومات الإفريقية قادرة على منع مواطنيها من الإثراء من الفساد ومعاقبة من يحاولون ذلك؟ هناك عدة طرق تمكنها من تحسين ذلك. عندما تظهر على مسؤول حكومي أو أي شخص آخر زيادة ملحوظة وغير مبررة في الأصول، يحتمل أن يكون ذلك نتيجة للفساد. هذا ما يعرف بالإثراء غير المشروع، وقد جرمته معظم دول المنطقة. إليكم السبب: عندما تختفي الموارد العامة يعاني المواطنون ولا تنمو الدول، فقد أهدرت الأموال التي كان من الممكن استخدامها لبناء المدارس والمستشفيات أو إصلاح الطرق. لكن الدول الإفريقية لا تقوم بما يكفي لفرض احترام قوانين مكافحة الإثراء غير المشروع، فمعظمها لم يحاكم سوى القليل من المسؤولين على هذه الجريمة، ومنهم من لم يحاكم على الإطلاق. يبرر ذلك بنقص الموارد اللازمة لتوفير الخبراء وضعف التنسيق لدى السلطات التي تكون أحياناً راجعة بالنظر مالياً لرقابة هؤلاء المسؤولين. لذا يجب على الحكومات أن تجعل من الفساد جريمة يصعب ارتكابها ومعاقبة من يحاول اقترافها. لتحقيق ذلك تحتاج أنظمة العدالة إلى المهارات والموارد الاستقلالية للتحقيق في هذه الجريمة ومقاضاة مرتكبيها بها. وللكشف عن هذه الجرائم لابد أن يكون للإعلام والمجتمع المدني الحق في حرية التعبير حتى يتسنى له العمل بفاعلية. أعرف المزيد عبر موقع transparency.org/African Union.